شعيرة دموية يفعلها الشيعة الإمامية. هذه الشعيرة لن تجدها إلا عند الشيعة، هذه الأفعال الشنيعة لن تجدها إلا عند هؤلاء الشيعة، ووالله لقد شوهوا صورة الإسلام العظيم بهذه الشعائر التي تسمى بالشعائر الحسينية، والحسين بريء منها. رجل يضرب نفسه ضرب مبرح شديد جدا، ومن يحاول أن يوقف هذا الرجل لا يستطيع، ويضرب نفسه ضرب حتى تسيل الدماء بغزارة منه، ومع ذلك يزعم أنه يؤجر على هذا الفعل لأنه يسيل الدماء من أجل الحسين رضي الله عنه. الشعائر الدموية ما هي إلا وساوس شيطانية إلى هؤلاء الشيعة الإمامية.